تأتي تحركات الحكومة الفرنسية في مسعى منها لتهدئة غضب السترات الصفراء مع تخوفها من أعمال عنف واسعة في ظل امتداد الاضطرابات إلى المدارس التي تحولت فيها المظاهرات الطلابية بها إلى أعمال شغب. المزيد في سياق التقرير التالي. بعد احتجاجات استمرت على مدار أسابيع في فرنسا وبلغت ذروتها بالعاصمة باريس السبت الماضي، تراجعت الحكومة الفرنسية عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة العام المقبل، وأعلنت إلغائها تماما بعد إعلان سابق عن تعليق الزيادة بصورة مؤقتة. التطورات الجديدة في موقف الحكومة الفرنسية جاء قبل الموجة الجديدة من التظاهرات التي دعت إليها حركة السترات الصفراء السبت المقبل، والتي أبدت الرئاسة الفرنسية قلقها من وقوع أعمال عنف واسعة خلالها شبيهة بما حدث في السابق. وكانت الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المدن الفرنسية تسببت في مقتل 4 أشخاص منذ انطلاقها، كما صاحبها أعمال عنف وتخريب طالت أبرز معالم باريس وهو قوس النصر، فضلا عن أعمال السلب والنهب. وفيما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن قرار حكومته الجديد بإلغاء زيادة الضرائب، أعلن في الوقت ذاته أمام البرلمان الفرنسي استعداد حكومته للحوار بشأن إجراءاتها الاقتصادية التي ترى أنها ضرورية للحد من التغير المناخي وتقليل عجز الميزانية. ويأتي ذلك في ظل اتهام المحتجين للرئيس إيمانويل ماكرون بالنقوص على تعهداته الانتخابية التي وعد الفرنسيين بها، وأبرزها تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال الحد من معدلات البطالة ورفع مستوى النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن خططه الاقتصادية ستتسبب في زيادة أعداد الأسر الأشد فقرا، فيما تصب في صالح الأثرياء. ولا تزال باريس تحت صدمة أحداث السبت الماضي حين عاشت مشاهد تشبه حرب شوارع، مع إقامة حواجز وإحراق سيارات ونهب محلات واشتباكات مع قوات الأمن، ما دعا الرئاسة الفرنسية لتوجيه نداء إلى القوى السياسية والنقابية بأن هذا الوقت لم يعد وقت المعارضة السياسية بل الجمهورية، مطالبة بالهدوء واحترام الإطار الجمهوري في ظل استمرار الحشد والدعوة للتظاهرات الجديدة التي اتسع نطاقها لتضم الطلاب والمزارعين. ولم يفلح التراجع الحكومي في إفشالها لتكتم فرنسا أنفاسها في انتظار ما ستسفر عنه أحداث 8 ديسمبر الجاري.